الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد رويضي يقول إن المقدسيين يواجهون معركة الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم، مضيفا أن الإعلان عن إقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في أحياء مختلفة من القدس يهدد بهدم نحو 22 ألف منزل فيها. وزارة الصحة الفلسطينية تسجل وفاتين و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه لا يمكن إيجاد أي حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا باستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين على أساس القرارات الدولية. منظمة يونسكو تدرج الخط العربي في تراثها غير المادي الذي يشكل رمزاً ثقافياً أساسياً في العالمين العربي والإسلامي، والذي كان مرشحاً ضمن نحو 40 تقليداً من القارات الخمس هذا الأسبوع. شركة فيسبوك تدفع ما قيمته 60 مليون دولار في صفقة غير معلنة حينها للحصول على العلامة التجارية الخاصة بمجموعة ميتا فاينانشال جروب المالية النشطة في الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.